بغيتي تلتحق بينا؟ المدينه القديمه ديال الدار البيضاء اللي هي بالنسبه للساكنه كلها ديال الدار البيضاء مهمه جدا، لان هذا هو الاصل والساكنه ديال المدينه القديمه. راه حنا عارفين الوطنيه ديالهم واللي قدموا شهداء واللي كان محكوم عليهم بالاعدام لانهم كانوا مناضلين من اجل استقلال هذا الوطن. اليوم كاين مشكل داخل المدينه القديمه ديال اعاده تاهيل ديال هذه المدينه. كل هالمدن القديمه في الدول اللي كتحترم راسها تعيد تاهيل المدن القديمه، لان ملي كيجي السائح كيبغي يشوف، اول ما كيبغي يشوف يشوف داك التراث المعماري ويشوف المدينات القديمه كيفاش دايره. اليوم المدينه القديمه ديال الدار البيضاء بالفعل محتاجه الى تاهيل، راها عرفات تاهيلات مستمره ومتواصله، ولكن اليوم خصها توصل لمستوى هذه العاصمه الاقتصاديه ديال الدار البيضاء. شنو المشكل؟ الناس ساكنه كيجيهم قرار ديال الهدم النهائي، في حين انه المشروع كله اللي كانوا هما عارفينه ديال التاهيل وديال الاصلاح، فوصلنا من الاصلاح الى الهدم النهائي. ما يمكن لناش اننا نخلقوا من الساكنه ديال مدينه الدار البيضاء مشردون، هما وليداتهم ما بقاو لا كينعسوا، ما فرحانين بقدوم رمضان اللي مالفين كيوجدوا ليه وكيستعدوا ليه. ولهذا هذا الساكنه كيف كنعرفوها نظمات راسها بشكل حضاري ودارت تنسيقيه لمواجهه هذا الظلم، لانه الا كان شي دور ليا قايله للسقوط وخطيره هما الاولين غادي يقولوا خصها تهدم. ولكن هاد ألف قرار ديال الهدم النهائي غير مقبوله وغير مبرره، خصوصا وانه ملي جا يعني التقرير ديال ال بي 2 او كيقول الهدم، دارت خبره مضاده كتقول بانه ما خصوش الهدم، خاص غير الاصلاح. ولهذا حنا بغينا نهضروا مع المسؤولين اولا المحليين، السيد الولي، العميل، رئيس الوكاله الحضريه، الناس ديال المجلس، هاد الناس بغيناهم انهم ما يمشيوش غير غاديين مغمضين عينيهم نحو تسليع كل شيء جميل في هذا الوطن. حنا شكون اللي غادي يجي يسكن بلاصه هاد الناس هادو اللي غادي نجريو عليهم؟ ما يمكنش. ولهذا الا كان شي مشروع يوريوه لينا. ثانيا الخبره المضاده بينت بان الدور خاصها الاصلاح ماشي الهدم، اذا خاصها نصلحوا ومع هاد الناس ونشركوهم باش يكون الاصلاح في اطار الفرحه والسرور، ان هاد الناس كيأهلوا مدينتهم وكيأهلوها المدينه الاكبر هي الدار البيضاء الكبرى وكيأهلوها لبلادهم اللي هي المغرب، باش يكونوا كلهم مفتخرين بها ونحافظوا على جميع المعالم التاريخيه. اليوم احنا كندوزو حدا دار الشباب مسدوده، على هاد الناس ما خصهم ثقافه، ما خصهم علم، ما خصهم كتابه، اش هاد الحاله هادي فاش حنا ولينا؟ الدور قائمه. انا كنشوف هنايا ناس كثيره منهم الاستاذ صديقي اللي هو يعني موسيقي كبير 40 سنه هدموا ليه العماره ديالو ما تشاوروش معاه. شفنا هنا دور هادي شهر وما كيضربوا فيها ضربه ما بغاتش تطيح، لان الحيوط فيهم 45 سنتيم ديال العرض ومبنيه بالحجر وقويه. راه فاس هادي عندها 12 قرن ما طاحتش، انا الدار البيضاء يلاه عندها قرن واحد، اشنو بغيتوا ديروا؟ ولهذا يعني حنايا جينا كمسؤولين يعني باش نوقفوا مع الساكنه، لان المطالب ديالها مشروعه، ولاننا ما بغيناش نشوفوا انه الناس ديال المدينه القديمه نشوفوا في عينيهم الحزن والالام وانهم خايفين على مستقبلهم ومستقبل وليداتهم. وكنتمناو من المسؤولين المحليين ويعني حتى على مستوى وزاره الداخليه ووزاره الاعمار والاسكان انهم يعيدوا النظر في هذا المشروع هذا بما يضمن كرامه ومصلحه هذه الساكنه، وهذا هو اللي خصو يتعمل به.